نين قالك عريسي أنا شيعة ما أرقنا أروى بنت هدوي كذابين معي أبي سهى أصدق حريران نمان كان شيعة اللي إله يهود وإسكم ميت مركو أروى يهود بس مي ما قاعد يسمعوها عبد الله ابن الصبا اليهودي شيعة وحويان وبنت اليهودية سكيرالية نمان وحاجرة أهل البدعة أو خلافي صحابتي صحابتي يتابعين تبي خلافين هذا شيعة لو كان كسوق ما يعني خلافين لكن هو ليه كذا سووا يا غرته سووا يو قرآن أخري هكيرن هو قرآن روا وحي أخري قرآن ما هذا قرآن صح أخرنا يو أبو بكر يا عمر ما يسأل عن ذين عائشة يو ما رت فيهم حبسة يو طمرك النبي ما يعاين شو بقرنيس ما يعاين سووا موجودين ما لها قارقود سنة مركي للجوجبة نيروبي وحال يوش شيء لما شيء عنده يسوي بعدان عيد هذا يروح يسوق ضيان وانا بيسوق ضيان يعسان عسان عس وانا كوه حيكون هذا متقن أبو بكر يا عمر بيكون هذا مدبر سوق جرينية أبو بكر بكسي برلو دعيا بام كو سيدي برلو سيدي برلو هو مسكر سوق عمر سبحان الله عيسان تبر سوق جرينية عيسان تروح يكون هذا عسان عس عايشة كوضان وحي كلين حمام بيسا ما يسمرك إنا عنو أرجم النووي لقى حسدي الله وضا كو سيقوا عيسا باش حرق قاسا وحال ولياي اسكو مسلم باتين الله نين قالك عريسي أنو شيعة ما أرقنا أروا بنت هدوي كذابين وي معي أبي سهي أوصيك حريران نمان كان شيعة اللي إله يهود واسكو ميت مركو أروا يهود بس مي ما قاعد يسمعوها عبد الله ابن الصبا اليهودي شيعة وحويان وبنت اليهودية سكيرالية رافضة ميولي رازيان كم حيل هذين أبو زرعي أبو حاتم والرافضة رفض الإسلام رافضة إسلام في بيديرين منك أبو بكر يا عمر يا عثمان كنت تصبيح سنة يا لعنة دولة مين أسكو ديننا يا شيخ أسكو دين مني سكيرالية منك مسألة إلهي يقول واتبع سبيل من أناب إلي انت هنقول جدنا إن شاء الله بارك الله فيكم.